أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت يا رب العالمين تجعله سهلا. بإذن الله سوف نراجع الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي. هنراجع بعض الأسئلة في عن طريق النماذج، حل النماذج كتاب الوزارة أولا، ثم حل امتحانات كتاب المعاصرة ثانيا. هناخد النموذج الأول في كتاب الوزارة، ده صفحة 61. ده في امتحان الهندسة وحساب المثلثات، هندسة تحليلية ومثلثات. دي الورقة بتاعت الهندسة التحليلية وحساب المثلثات. هنحل امتحان، كل ما احنا تعرض لدرس هنتكلم عنه بإيجاز، وان شاء الله هنستفاد فيه بإذن الله. السؤال الأول بيقول أجب عن الأسئلة التي أكمل ما يأتي. أكمل ما يأتي: إذا كان ألف بيساوي واحد واثنين، ألف بيساوي النقطة واحد واثنين، وباء بتساوي النقطة ثلاثة وأربعة، فإن أحداثي نقطة منتصف ألف باء بتساوي. إحنا عارفين نجم واحد الجزء الأول فيه، إحنا عارفين نقطة المنتصف بتيجي إزاي. أحداثي نقطة المنتصف لألف، نقطة ألف اللي هي سين واحد وسين اتنين، وب اللي هو صاد سين واحد دي سين واحد صاد اتنين واحد سين واحد صاد واحد سين اتنين صاد اتنين. الأحداثي بتاعنا بيجي ازاي؟ المنتصف، نقطة منتصف بتساوي ايه؟ عشان الكلام ده هنحتاجه كتير، الكلام اللي بقوله ده نحاول بقى نراجعه كتير ونحفظه. نقطة المنتصف يعني لو عندك هذا خط قطعة مستقيمة، هنا ألف هنا ب، عايزين نقطة المنتصف دي ولتكن ج. نقطة المنتصف اللي هي ج بتعمل ايه؟ بتجمع الأحداثي السين هنا والس هنا وتقسم على اتنين، والصاد هنا وهنا وتقسم على اتنين زي ده، هتبقى سين واحد سين اتنين سين واحد زائد سين اتنين على اتنين، و صاد واحد زائد صاد اتنين على اتنين بالشكل ده، تجمع الاتنين وتقسم على اتنين. طيب النقطة اللي عندي بقى هي عبارة عن ايه؟ ألف واحد واتنين وباء تلاتة وأربعة، يبقى الأحداث المنتصف بتاع النقطة دي هي عبارة عن ايه؟ أحداثي المنتصف هيبقى ايه؟ ألف سين واحد سين اتنين، يبقى واحد زائد تلاتة على اتنين، واتنين زائد أربعة على اتنين بيساوي واحد وتلاتة أربعة على اتنين، واتنين وأربعة ستة على اتنين بتساوي أربعة على اتنين فالاتنين، ستة على اتنين فالتلاتة. طب الجزء ب اتنين المستقيم الذي يوازي محور السينات ويمر بالنقطة دي معادلته. طيب احنا عارفين معادلة الخط المستقيم، معادلة الخط المستقيم بدلالة الميل ونقطة غير الميل أو بيمر بالنقطة دي، ممكن أجيبها بطريقتين. الطريقة الأولى أنت بتقول إيه؟ صاد ناقص الواحد على سين ناقص سين واحد بتساوي الميل، حيث صاد وسين دول بتوع القانون بتوع المعادلة اللي هتيجي.
اما صاد واحد وصاد اتنين س واحد صاد واحد دي اللي هي النقطة اللي انا هعوض بيها اللي هي عندي في المسألة. طيب الميل هو بيقول ميله النقطة اهي، النقطة اللي هنشتغل عليها اللي هي سالب اتنين و سالب اتنين وكام وتلاتة، والميل يوازي محور الصادات السينات. يبقى النقطة اهي اللي هي تبقى دي ايه س واحد صاد واحد. طيب الميل بيوازي محور السينات، معنى خط يوازي محور السينات يبقى ميله صفر. خلاص يبقى الميل الخط يوازي محور السينات يبقى إذا الميل بيساوي صفر على طول، يوازي السينات يبقى بيساوي صفر. يبقى إذا نقول صاد ناقص صاد واحد هنا ب تلاتة على س ناقص ايه س واحد سالب اتنين، بسالب سالب تبقى موجب اتنين، بتساوي الميل بتاعنا بصفر. اضرب ده في ده يديني صفر، س زائد اتنين في صفر بصفر، اما دي مقامل صفر واحد. اضرب ص ناقص تلاتة يديني ص ناقص تلاتة بيساوي، قلنا ده في صفر بصفر. يبقى هي ديت المعادلة، ص ناقص تلاتة بتساوي صفر او ص بتساوي تلاتة. دي معادلة الخط المستقيم اللي بيوازي محور السينات وبيمر بالنقطة. أو ممكن في طريقة تانية، ص بتساوي من في س زائد ج، ص اللي هي بتاعت هنعوض عن الميل، و عشان نجيب هنعوض عن الميل وعن الصاد عشان نجيب ج، ونرجع نعوض عن الميل. طيب نعوض عن النقطة دي سالب اتنين وتلاتة عشان نجيب النقطة ج، وهنعوض عن الميل كمان، هتلاقي النقطة ج بتساوي صفر. يعني دي سالب اتنين بتساوي صفر في س دي تلاتة، الصاد بتلاتة بتساوي صفر في م، الميم صفر في س اللي هي سالب اتنين، صفر في سالب اتنين بصفر زائد ج، يعني ج بتساوي كام؟ تلاتة. حسبنا ج، نرجع بقى نعوض عن الميل. أي أن ص الأول بتساوي م في س زائد ج اللي هي تلاتة، حسبنا. نعوض بقى بالميل، الميل بصفر يبقى ص بتساوي صفر في س بصفر زائد تلاتة بتلاتة، يبقى ص بتساوي تلاتة. ده طريقتين تقدر تحلهم، الطريقة دي الطريقة دي، دي طريقة أخرى. الجزء الأول، الجزء التاني تلاتة بيقول إذا كانت س و ص قياسي زاويتين متتمتين يعني مجموعهم 90 درجة، بحيث س إلى ص يعني س و ص زاويتين النسبة بينهم بتساوي واحد إلى اتنين. نقول بين س إلى ص بتساوي واحد إلى اتنين، الزاويتين عاملين ايه؟ متتمتين، عاوزين قيمة س وقيمة ص. طيب ما يكون س متتمتين يبقى مجموعهم بيساوي ايه؟ بيساوي 90. طيب هنفرض ان س ب، هنفرض كده اهو ان س ال بتساوي واحد ألف، وصاد مش هو بيقول لك س إلى صاد بتساوي واحد إلى اتنين، يعني لو أنا فرضت س بألف يبقى صاد بكم ألف؟ باتنين ألف. صاد بالنسبة بتاعت س نسبتها واحد في ألف، صاد بتساوي اتنين في ألف. نعوض بهم هنا، زاويتين متتمتين، مادام متتمتين يبقى مجموعهم س وصاد مجموعهم 90. نعوض عن صاد بألف، س بألف وصاد باتنين ألف، نعوض عن س بألف وصاد باتنين ألف تساوي 90. تبقى ألف بكام؟ يعني تلاتة ألف، اتنين ألف وألف تلاتة ألف تساوي 90، يعني ألف بكام؟ ب90 على تلاتة ف30 دي ألف. طب هتصبح س بإيه بقى؟ اللي هي فرضنا إنها بألف ب30، أما ص هتبقى باتنين، تلاتة ألف
ص باتنين ألف يعني بتساوي 2 في 30 بتساوي 60. ده ص ب60 و س ب30 نجمعهم فعلا يديني 90. طيب هو عاوز جبنا بحس انه الى صد فان عاوز ج س زائد ج ص، عاوزين ج س زائد ج ص بتساوي ج س بكام؟ ج 30. ج ص بكام؟ ج 60. طيب شوف كده المثلث بتاع 30 60، مثلث 30 60 عشان تجيبه اهو، مثلث سوي الاضلاع كل زاوية فيه 60، تقسم الزاوية ديت تنزل العمود على القاعدة وتنصف القاعدة، يعني ده 2 او ده 2 وده 1 وده 1، ده هيبقى ده زاوية 3، دي الزاوية دي 30، الزاوية دي 60، يبقى ده مثلث 30 60 عندي اهوت، ابعاد 1 و2 جاز 3. الجا بتساوي ايه عندنا؟ جا 30 جميل، 30 بتساوي ايه؟ مقابل عن الوتر، ده بتساوي 1/2 زائد جتا، جتا 60 اللي هي دي 60، دي هي 60 درجة، زاوية دي 60 دي 30 دي 90. 60 جتا بتاعتها كام؟ مقابل المجاور، المجاور الجتا المجاور على الوتر، مجاور على وتر دي الجتا، جتا 60 بتساوي المجاور اللي هو 1 الوتر بتاعها 2، يبقى نص ونص بتساوي 1. نشوف بعد كده البعد بين النقطتين 6 و0 وسالب 1 و0 يساوي كام؟ طيب احنا عارفين ان البعد بين النقطتين، البعد بين النقطتين ديت الجزء اللي هو 4 في نفس الاول بيساوي الجذر التربيعي دي ايه؟ فرق السينات، سين 2 ناقص سين 1 تربيع زائد فرق الصادات تربيع، صاد 2 ناقص صاد 1 كله تربيع بيساوي الجذر التربيعي. النقطتين بقى هما مين عندنا؟ 6 و0 وسالب 4 و0. نعوض، هنقول دي 1 ودي 2 بقى دي 2 بس سين 2 سالب 4 سالب 6 كله تربيع، سالب 4 سالب 6 والصادات 0 ناقص 0 زائد 0 تربيع بتساوي سالب 4 سالب 6 سالب 10 تربيع سالب 100، يبقى جذر كام؟ 100. ما تيجي تربع السالب 10 تديك 100 بالموجب، يبقى جذر البعد بين النقطتين بيساوي 10 وحدة. إذا كانت النقطة 0 و1 تنتمي للمستقيم 3 س ناقص 4 ص زائد 12 بتساوي 0، فإن ألف بكام؟ ده المستقيم اهو اللي عندنا، النقطة دي تنتمي إليه، عاوزين قيمة ألف، يبقى 5 1 5. طبعا الشرح هنا بالتفصيل علشان كأننا ايه بنراجع كل الدروس، فأنا بشتغل بالتفصيل، لكن السؤال ده المفروض بتحل بسرعة عن كده. عندنا 5 في 1 بتقول أوجد البعد، إذا كانت النقطة دي تنتمي للمستقيم فأوجد ألف، المستقيم اسمه 3 س ناقص 4 ص زائد 12 بيساوي 0، فإن ألف بكام؟ إذا كانت 0 وألف بتمر به، يعني إيه بتمر به؟ يعني أعوض عن السين بالنقطة الأولى، يعني النقطة دي بتحقق ده، يعني السين اللي هي المركبة الأولى والصاد المركبة التانية، أعوض بيها في المعادلة وأشوف الألف هتدي كام. فين الألف؟ هنا. تمام، هي النقطة 0 و1 هنطلع منها ألف. نعوض، نشيل كل س ونحط 0، أدي الس هنحط 0 في 3 بـ0
ناقص، هشيل ألف الصاد هحط مكانها ألف، ألف الصاد يبقى 4 في ألف زائد 12 هتساوي 0. يبقى عندنا ايه؟ نحدد ايه في الطرف الآخر، يبقى أو نقول 4 ألف بتساوي 12. عندي تعدي هنا تبقى 4 ألف بتساوي ايه؟ 12. يعني ألف بتساوي 12 على 4 بتساوي 3. طيب بعد كده، إذا كان ألف باء يوازي جيم دال، وكان ميل ألف باء بتساوي 2 على 3، فإن ميل جيم دال بكام؟ هما بيوازوا بعض، وطالما هما بيوازوا بعض يبقى الميلين متساويين. يبقى ميل ألف باء هيساوي ميل جيم دال هيساوي 2 على 3، يعني تبقى 2 على 3. يختار الإجابة. السؤال التاني بقى، يختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كانت جتا 2 س بتساوي نص، فإن قياس زاوية س بكام؟ إيه اللي جيب تمامها بتساوي نص؟ تعال كده نشوف كده، هو ده هيبقى طبعا في 30 60. إيه اللي جتا فيها بنص اللي هو المجاور على الوتر؟ 1 على 2 اللي هي 60. يبقى هنقول له علشان إن الجتا 2 س بتساوي نص، يبقى إذا 2 س يعني الزاوية ديت كلها بتساوي 60. يبقى س بكام؟ هنقسم على 2 تبقى س ب30. يبقى قياس زاوية س بكام؟ ب30 درجة. ميل المستقيم الذي معادلته 2 س ناقص 3 ص بتساوي 5 بتساوي 0، زائد 5 بتساوي 0 يساوي. أما يكون عاطيني معادلة زي دي، ميل مستقيمة، فاكرين بتساوي ايه؟ الميل، نحفظ الكلام دوت، بيساوي ايه؟ ها، ناقص معامل س على معامل ص، بس بشرط ان المعادلة تاخد الشكل ده، كله يبقى في طرف والصفر في طرف التاني، يعني كلها تبقى معادلة صفرين. طيب الميل فين معامل س؟ اللي هو 2 بالناقص، يبقى بتساوي ناقص 2 على معامل الصاد ناقص 3 ناقص 3 ناقص على ناقص فالزائد، يبقى بتساوي 2 على 3. طول القطعة المستقيمة المرسومة بين النقطتين دول بيساوي كام؟ احنا عارفين طول القطعة بيساوي ايه؟ جذر التربيعي فرق السينات زائد مربع فرق السينات ناقص مربع فرق الصادات. السينات ادي هعتبر دي س 2 ودي س 1، 5 ناقص 0 5 تربيع زائد 12 ناقص اللي هي ص ناقص ص، 12 ناقص 0 ب12 تربيع 144، بتساوي الجذر التربيعي 25 و144 69 بتساوي 13. يبقى مين ده بيساوي ايه؟ طول القطعة بيساوي 13. ص 45، طبعا ص 45 هذا المثلث 45 اهو بقائمة، دي بيساوي ده، ده بواحد ده بواحد ده جذر 2، دي 45 زي ديت، يبقى جا بتساوي الجتا، أما الظا بتساوي الايه؟ المقابل على المجاور، بتساوي 1 على 1 بتساوي 1. في المثلث ألف باء جيم القائم الزاوية في باء يكون جا ألف زائد جتا جيم بتساوي ايه؟ طيب ألف باء جيم مثلث قائم الزاوية، ألف باء جيم مثلث قائم الزاوية في جا ألف زائد جتا جيم هيساوي ايه؟ جا ألف زائد جتا جيم، أدي الألف، جا مقابل على المجاور على الوتر، مقابل على وتر، الجا بتساوي المقابل اللي هو بقى جيم على الوتر ألف جيم، زائد الجتا جيم، جتا جيم المجاور على الوتر، المجاور اللي هو باء جيم برضو على ألف جيم. ألف جيم عامل مشترك في المقام زي بعض، المقام زي بعضه، يبقى ناخد ألف جيم عامل مشترك، يبقى دي ألف جيم، اجمع باء جيم وباء جيم يبقى 2 باء جيم. طب ايه اللي بيديني باء جيم على ألف جيم؟ ادي باء جيم وادي ألف جيم، اللي هي ظا اللي هي جا مين؟ جا جيم، يبقى دي بتساوي ده جتا، جتا 2 جتا جيم، باء جيم اللي هو المجاور على الوتر على ألف جيم، يا إما هي مين؟
يا اما هي دي يا اما مين كمان، ها اللي بديك الجا بقى جيم على جا جيم بالنسبة للألف مقابل على وتر اللي هو ايه اسمها جا ألف، يبقى اتنين جا ألف، يبقى دي حلين ادي واحد وادي التاني، شوف هاتين اي اختيار فيهم. اتنين جا ألف ينفع ده، او اتنين جتا ألف، لا هي جتا جي، يبقى هو اللي اختار ده اللي صح، ده صح وده صح، ولكن اعطيني واحد منهم اللي هو ده. ظا 45 جا 30 بتساوي كام؟ ال 45 بتساوي واحد، ظا بتساوي واحد، في جا 30 اهو، جا 30 ادي ال 30 مقابل على وتر واحد على اتنين، يبقى واحد زائد او في واحد على اتنين بتساوي نص، هو ده. ألف بقى جيم مثلث قائم الزاوية، ألف بقى جيم مثلث قائم الزاوية في بقى كده قائم في دي، فإذا كان اتنين ألف بقى تساوي جذر تلات ألف جيم، يبقى هنقول ألف بقى على ألف جيم، شوف بتعملها ازاي، ادي صورة كسرة، مش انت بتضرب مقص كده. طيب الألف بقى مضروبة في مين؟ في اتنين اهي. الألف جيم مضروبة في مين؟ جذر تلات أي، يبقى ألف بقى على ألف جيم عشان ما تلخبطش نفسك، ألف بقى على ألف جيم، أدي ألف بقى على ألف جيم، ألف بقى مضروبة في مين؟ هنا، ألف جيم مضروبة في مين؟ هنا. طيب ألف بقى على ألف جيم ده هو مين؟ شوف كده، ألف بقى على ألف جيم بتساوي إيه؟ يا إما تقول لي هو عاوز إيه؟ فأوجد النسب المسلسلة للزاوية جيم. يبقى هنشتغل على الزاوية ايه جيم. طب ألف باء على ألف جيم بتساوي ايه بالنسبة للزاوية جيم؟ بتساوي جا ظا، ألف باء على ألف جيم بتساوي ايه؟ جا جيم، يبقى ده هو اللي هو بتساوي جا جيم، جا جيم بتساوي ألف باء على ألف جيم بتساوي كام؟ جذر تلاتة هنا اهو على اتنين. طيب اما نربع نجيبها دي من فيثاغورس، فيثاغورس المربع الوتر ثم مجموع مربعين ضلعين اخرين، جذر 3 تربيع ب 3 و 2 في 2 ب 4 و 3 9، جذر 9 3 يبقى ديت بايه؟ ب 3. تاني مربع جذر جذر تربيعي، جذر 3 تربيع ب 3 زائد 2 في 2 ب 4، جذر تلاتة، جذر تلاتة احنا قلنا ايه؟ ألف باء على ألف جيم جا جيم، ألف باء على ألف جيم يبقى جذر تلاتة على اتنين، وهنا اتنين دي جذر تلاتة دي اتنين، نشوف دي بكامل السبعة، جذر تلاتة ودي اتنين، يبقى أنا عايز أجيب باء جيم، باء جيم بتساوي جذر تربيعي مربع الوتر اللي هو أربعة ناقص مربع الضلع الآخر بتلاتة بتساوي جذر التربيع الواحد، يبقى باء جيم بتساوي إيه؟ واحد، جذر التربيع الواحد بواحد، يبقى باء جيم ده أهو بيساوي إيه؟ واحد، يبقى جذر تلاتة اتنين واحد. طيب تبقى الزاوية ديت، يبقى النسب المثلثية لجيم بقى نجيبها كلها بقى، إحنا جبنا جا جيم اللي هي جذر تلاتة على اتنين، نجيب جتا جيم واحد على اتنين، يبقى جتا جيم تساوي واحد على اتنين، نجيب ظا جيم بتساوي المقابل على الوتر، ظا جيم بتساوي جذر تلاتة على واحد بجذر تلاتة، ظا جيم بكام؟ جذر تلاتة. كده خلصنا السؤال رقم تلات ألف. السؤال اللي بعد كده بيقول اثبت أن جتا ستين بتساوي جتا تربيع تلاتين ناقص جا تربيع تلاتين، هناخد الطرف الأيمن، المثلث بتاعنا اهو بقى بتاع ستين فاكرينه، زود دي تلاتين دي ستين، قلنا دي واحد دي اتنين جذر تلاتة. طيب جتا ستين نص مجاور على وتر اللي هو جتا ستين بتساوي واحد على اتنين. طيب
عايز جتا تربيع 30، الأيسر بقى نشوف هيساوي ايه. جتا تربيع 30، ادي 30 هنا، الجتا بتاعتها بتساوي ايه؟ المجاور على الوتر، ونربعها. طب نخليها كده الأول، اهي تلاتة على اتنين تربيع ناقص جا 30، ادي 30 الجا بواحد على اتنين تربيع بتساوي، ربع بقى جذر تلاتة تربيع بتلاتة على أربعة ناقص واحد على أربعة بتساوي، شيل ربع من تلات أرباع باقي لك نص، يبقى الطرفين متساويين. يبقى دام الطرفين متساويين يبقى إذا جتا 60، دي رقم اتنين، دي رقم واحد، هتقول له من واحد واتنين، إذا جا 60، جتا 60 بتساوي جتا تربيع 30 ناقص جا تربيع 30. طيب ألف بقى جيم دال متوازي أضلاع تقاطع قطرها فيها، ألف بقى جيم دال متوازي أضلاع، ألف بقى جيم دال متوازي أضلاع تقاطع قطرها فيها هنا، حيث ألف تلاتة سالب واحد، ب ب ستة واتنين، ج واحد وسبعة. أوجد إحداثي كلا من هاء ودال، عايز أجيب هاء ودال. طيب هاء نجيبها إزاي؟ مش دي قطعة مستقيمة؟ القطران في متوازي الأضلاع عاملين إيه؟ ينصف كل منهما الآخر، يعني دي أدي دي ودي كمان أدي دي. طيب يبقى دي نقطة إيه؟ منتصف لمين؟ لده ولده. يبقى أنا أقدر أحسب هاء الوقت حالا؟ آه، لأن أنا عندي الطرفين بتوعها معلومين. يبقى نقول هاء نجيبها إزاي بقى؟ هاء بتساوي نجمع سينات تلاتة زائد واحد على اتنين، نجمع صادات سالب واحد زائد سبعة على اتنين بتساوي تلاتة واحد أربعة على اتنين، فالاتنين سالب واحد من سبعة يبقى ستة بالموجب على اتنين، فالتلاتة يبقى هاء جبت باتنين وإيه وتلاتة. طيب مش دي منتصف وده طرف؟ طيب لما فاكر لما كنا بنقول إحداث لو كانت الزاوية هي المنتصف، النقطة هي س وصاد منتصف، دي المنتصف بيساوي ايه؟ س واحد زائد س اتنين على اتنين، وصاد واحد زائد صاد اتنين على اتنين، دي احنا نستنتجها ونحفظها. ناخد السين هي دي، يبقى س بتساوي س واحد زائد س اتنين على اتنين، اضرب طرفين في وسطين يبقى س واحد زائد س اتنين بتساوي اتنين س. يبقى انا لما اكون عاوز اجيب س واحد او س اتنين بقول س واحد هي نفس الحاجة ده تساوي اتنين س ناقص س اتنين، دي كده نفس الكلام، ص واحد بتساوي اتنين ص ناقص ص اتنين، ولو عاوز اجيب اتنين هتبقى هنا اتنين وهنا واحد بس كده. طيب انا الوقت بقى عندي مين؟ انا عندي واحد اهو وعاوز اجيب اتنين، يبقى اجيب له س اتنين من دي، س اتنين اجيبها ازاي بقى؟ انا عندي ناحية دي حسبتها اللي هي بتاع المنتصف اللي هي ادت لي اتنين وتلاتة، دي اتنين وتلاتة، دي المنتصف، المنتصف تبقى اضربها في مين؟ في اتنين، يبقى س واحد بتساوي اتنين في س بتاعة المنتصف اللي هي باتنين ناقص س، انا عايز اجيب س اتنين دي س واحد، يبقى س واحد دي اللي هي بكام؟ بستة، يبقى اتنين في اتنين باربعة ناقص ستة بتساوي ناقص اتنين. طب ص اتنين نفس الكلام بتساوي دي اتنين في ص بتاع المنتصف تلاتة في تلاتة ناقص ص بتاع الطرف التاني اتنين، يبقى ناقص اتنين بتساوي اتنين في تلاتة ستة ناقص اتنين بتساوي اربعة. يبقى جبت له النقطة ده اللي هي عبارة عن ايه؟ سالب اتنين وأربعة.
خلاص يبقى جبت له نقطة في المنتصف وجبت له كمان ده. طب ايه المطلوب تاني؟ اوجد الميل. ثانيا طول د ه، عايزين نجيب بقى د ه. انا عندي د وحسبت له ه قبل كده، ه اللي هي بكام؟ 2 و3. بدل ه تساوي الجذر التربيعي فرق الصادات تربيع زائد فرق السنة تربيع ناقص 2 ناقص 2 تربيع س ناقص س زائد 4 ص ناقص ص ناقص 3 تربيع بتساوي جذر سالب سالب 2 يبقى سالب 4 تربيع بموجب 4 تربيع ب16. 4 سالب 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 4 سالب 4 موجب 16 زائد 4 ناقص 3 بواحد تربيع بواحد، يبقى مجموعهم جذر 17. بعد كده المطلوب الآخر ايه؟ عاوزين بعد كده اثبت ان ظا 60 بتساوي 2 ظا 30. عاوز اثبت ان ظا 60 تساوي 2 ظا 30 زائد دي على واحد ناقص ظا تربيع. واحد ناقص ظا تربيع 30 بتساوي 2 ظا 30 مثلث 30. أنا بسرعة عرفتني ده 1 2 جذر 3 دي 30، يبقى تساوي ظا 60 بكام الأول؟ ظا 60 أهي دي 60 ظا مقابل على مجاور، يبقى جذر 3 على 1 بتساوي جذر 3. طيب الطرف الأيسر بتساوي 2 في ظا 30، 30 أهي ظا 30 مقابل على مجاور 1 على جذر 3 على 1 ناقص ظا تربيع 30، ادي 30 ظا بتاعتها بإيه؟ مقابل على مجاور 1 على جذر 3 تربيع، ده تربيع بتساوي 2 في 1 على جذر 3 على 1 ناقص نضرب ده يبقى 1 على 3 تساوي 2 على جذر 3 في 1 نشيل منها تلتين، احنا قلبنا القسمة لضرب يبقى حقلب يبقى 3 على 2 بدل ما تلتين على دي في الواحد بتساوي 3 على جذر 3. طيب احنا خدنا المرافق 3 على جذر 3 بضرب في جذر 3 على جذر 3 بتساوي ده مع ده فالتلاتة وده في ده تلاتة جذر تلاتة، تلاتة مع تلاتة باقي جذر تلاتة يبقى بيساوي الطرف الأيمن هو ظا 60. طيب لسه حتة صغيرة. أوجد الميل والجزء المقطوع من محور الصادات للمستقيم الذي ميله الذي معادلته س على 2 زائد ص على 3 بتساوي 1. عاوز الميل ونخليها معادلة صفرية، يلا هنا 2 و3 يبقى اضرب ايه في 6، اضرب في 6 تبقى في 6 في 6 في 6 على دي في 3 ب3 س دي على دي في 2 2 ص 1 6 ب6 نخليها ناقص 6 بتساوي 0. الميل بيساوي سالب معامل س على معامل ص تساوي سالب 3 على 2 تساوي سالب 1.5. طيب الجزء المقطوع من الصادات بتساوي سالب ج على ب بتساوي سالب ج، ج بكام؟ ب 6 سالب بموجب يبقى 6 على ب بكام؟ معامل ب اللي هو 2 بتساوي 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا نموذج آخر بإذن الله.